أول شيء الحمد لله على كل حال، يعني الحقيقة حاولنا قدر المستطاع نبارك للإخوان نادي كاظمة، أقول هارد لك لجميع الأمة العربية، وأقول يعطيكم ألف عافية للاعبين ما قصروا. ترى خسارة 2-0 ترد حق المباراة مرة ثانية هذه يبي لها مجهود، لكن رب لك الحمد الحين على قولتهم خلاص يعني نرتب أمورنا، راحت بطولة، في بطولة جاية إن شاء الله ونجهز نفسنا حق اللي جاي. لكن بصراحة يعني أنا أشكر اللاعبين على الأداء اللي حاولوا يردون حق المباراة. سبيعي عريس الليلة اليوم، الله يطول لي بعمرك، اللهم لك الحمد، والله العظيم صوتي راح، اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله هذا التعب تعب اللاعبين كلهم ما قصروا، 120 دقيقة تعبوا ما قصروا، اللهم لك الحمد، تثوت انجازهم انه نوصل النهائي، عندنا مباراه ان شاء الله بالنهائي باذن الله، باذن الله ان الكاس كدماوي نحافظ على اللقب اللي خذيناه السنه اللي طافت. انت متوقع تصد بلنتيين؟ والله للامانه هذا توفيق الله، لكن من داخل كنت متوقع للامانه اني اصد على الاقل واحد، لكن اللهم لك الحمد توفيق ربي سبحانه من بدايه ما لعبت لين الحين، لولا توفيق الله ما سويت اللي انا سويته، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كانت مباراه ممتعه للجمهور، كانت مباراه تليق باسم هذه البطوله، صاحب سمو امير البلاد. لله الحمد، يمكن الله كرمنا بالفوز، يمكن كان اصعب نتيجه كره القدم هي 2-0، وهذا اللي ما حسبنا حسابه الشوط الثاني، يمكن تصدى لركله جزاء فيصل كانت النتيجه 2-0، خلانا نصحى شوي، لكن بعدها اقل من دقيقه، اقل من 10 دقائق، 5 دقائق اتى هدف الصوله، اربك حساباتنا شوي مع شوي الجمهور. الطبيعي نادي نفس نادي العربي يملك قاعده جماهيريه كبيره، اكيد راح تاثر، لكن الحمد لله بتوفيق رب العالمين قدرنا ناخذ المباراه. مباراه الكؤوس دائما بتكون صعبه، واخطر نتيجه بكره القدم 2-0، للامانه الفريق العربي فريق كبير، برضه عنده امكانيات وعنده محترفين، لاعبين محليين كثير على سويه عاليه، قدر يرجع بالمباراه، وبرضه صارت المباراه مفتاح وكنا احنا نقدر نخطف المباراه، بس برجع بقول لك مباراه الكؤوس دائما بتكون صعبه. مبروك لنا مره ثانيه، وهارد لك لهم، هاي ظروف الرياضه. سمعت انك مصاب، قاعد تلعب وانت مصاب. اي مش مصاب يعني، الحمد لله طقيت ابره بس لسه مفعوله ما جاوب معي، بس فدى النادي يعني، الواحد انا محترف وضيلي شهر في عقدي وبخلص، لازم افرح يعني قبل ما اروح، قبل ما في افرح بطوله ثانيه. قاعد هني ولا تبي تروح؟ لا ما يعني لسه مو باين شيء، بس يعني حتى شو ما صار اقوم في اروح البلد رافع راسي باخذ بطوله ثانيه ان شاء الله. ثمانية بطولات برصيد كاظمة من ألقاب كأس الأمير يسعى البرتغالي من خلالها لإضافة لقب التاسع في نهائي يوم الثلاث القادم. فهد الصلال لبرنامج الديربي.